يعني ما علي، ترى أنا في النهاية بشر، وأنتوا 39 نائب بما فيهم. لو سمحت لا تتكلم من مكانك، لو سمحت. ما قلنا احنا انسحبتوا من الجلسه، انما بعد خليني اقول لك بالتفصيل. دام انتم تبون تضيعون الوقت بهالطريقه، انا اقول لك لا، الوقت اليوم قاعد يضيع. والساعة 10 الحين انا طلعت من الجلسه. لحظه، اول خطا قاعد تسويه، اول خطا قاعد تسويه، قاعد تتكلم بدون ما ياذن لك الرئيس. اي خليك اسمعني. اي رديت الحين انا طلعت ورفعت الجلسه ورحلت، وهذا كان في شبه خلينا نقول حسب القانون الموجود. على طول كلمني المستشار والمستشار القانوني والمستشار الامين العام، قالوا لي انت ما قلتي بعد 10 دقائق. وقتها كنت ابغي ان انهي الجدال والنزاع اللي كان قاعد يشتد بين زملاء، وما كنت ابي يطلعون بهذه الصوره. قلت له عيل ارجع على الجلسه وقول لهم عقب 10 دقائق. فلما رجع قال لي، قلت لهم انا جيت، قال لي ما في نصاب. قلنا خلاص. بعدين لما عرفت انه شوف حسن، انا قاعد اقول لك بصراحه، انت تقول للشعب خليه يسمعني بالصدق وبكل شفافيه. لما عرفت لما جيت وان برنامج اللي عن بعد انقضى عنهم، قلت له اذا ما يصير نقول لعدم وجود النصاب، فاذا رفع الجلسه تنتهي في وقت اللي انا رفعته وقلت يرحل. واضح؟ انا ما اخجل ان اقول لك عذرا اذا صار في شيء خطا، لان هذه قمه القوه انك انت توضح اذا كان في اي شيء من اللبس او هذه. عشان كذي في رئيس هيئه مستشارين، وفي مستشارين، وفي نائب اول ونائب ثاني، وفي امين عام، ان هم يوجهون ويصححون وينبهون الرئيس اذا كان في اي شيء يحتاجه. لكن اذا لم يتم ذلك من كل هؤلاء الموجودين معي، فانا تصرفت بما كنت أعتقده هو صحيح. ما كانت نهاية الدنيا، كان في جدول أعمالكم، هذا أيضا لكم وللآخرين، كان باقي مشروع ومقترح برغبة فقط، وجدول الأعمال كان منتهي. الحين خلينا نرجع نكمل جدول أعمال اليوم، لأن جدول أعمال اليوم طويل، والمتبقي في عمر مجلسكم من هذا الدور ترى جدا قليل. فخلينا نخلص، عندنا قوانين كثيرة لابد إن شاء الله نقدر نخلصها. فخلي نقاشاتكم في جدول الأعمال وفي المواضيع اللي بين يدكم. وفي نفس الوقت أطلب منكم رجاء خاص بأننا نكرر كلام بعضنا بعض حتى ما نطيل الوقت.